فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وآمنتم برسلي، لجميع الرسل، هم كفروا ببعض الرسل، كفروا بعيسى، اليهود كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل. فإن الله جل وعلا أمر بالإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب. وعزرتموهم، أي وقرتموهم واحترمتموهم، لأن حق الرسول التعظيم والتوقير والاحترام من غير غلو، وإنما التعزير اللائق والاحترام اللائق من غير غلو، كغلو النصارى في المسيح أو غلو القبوريين من هذه الأمة في الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته من دون الله عز وجل، فهو تعزير معتدل، ليس فيه إفراط ولا تفريط. وهذا من حق الرسل علينا، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نعزره أن نحترمه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وفي الآية الأخرى، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه. التعزير يطلق على معنيين متضادين، يطلق التعزير ويراد به التوقير والإكرام وهو المراد هنا، ويطلق ويراد به التأديب، تأديب على المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة، إذ يؤدب، يعزر يعني يؤدب، يعقب، يعزر يعني يؤدب،